لمزيد من الحديث حول ما يدور من مشاكل وأيضا تفجيرات لأبراج الطاقة وهذا التدهور في الطاقة الكهربائية في العراق. ينضم معي الآن عبر سكايب المحلل السياسي الأستاذ رشيد السعدي لنتحدث أكثر في هذه الملفات. أهلا بك أستاذ رشيد. أهلا وسهلا ومرحبا. أنا عند شكرا جزيلا. بداية، كيف تقيم إجراءات رئيس الوزراء لمعالجة أزمة انهيار الطاقة الكهربائية؟ يعني هل تعتبر هذه الإجراءات هي دوران في حلقة فارغة من الإجراءات الترقيعية؟ أهلا بك مرة أخرى، تفضل. يا أهلا بك بالضيوف وبالسادة المشاهدين الكرام. حقيقة موضوع الكهرباء موضوع شائك جدا، كونه تتداخل فيه مجموعة عوامل داخلية وخارجية. للأسف نعم، إن التأثيرات الداخلية هي انعكاسات لتأثيرات الخارج من خلال الأجندات ومن خلال الأذرع اللي ممتدة في العراق، الأحزاب والكتل السياسية والمسؤولين وما يتبع ذلك. فهذا حقيقة موضوع معقد وشائك. حقيقة وإجراءات سيد رئيس الوزراء إجراءات متأخرة جدا، كان من الأولى والمفروض أن تكون مبكرة جدا، لأنه إحنا يعني كل سنة من 2003 من تغيير الأحداث وحتى ما قبلها نمر بهذه الدوامة، يعني كل سنة تتجدد هذه المشكلة ولا حل. وقد لدت الحكومات السابقة حقيقة ولم تفت التأثير الشركات، تأثير الجانب الأمريكي على هذا الموضوع مما لا يخفى على الجميع. هذا الجانب حقيقة الجانب الأمريكي تأثيره كبير جدا على هذه القرارات في مجال الكهرباء، وكلتنا يعلم اتفاق الحكومة العراقية مع سيمنز وما تم بفعل ذلك من آثار وإلغاء أو تعطيل هذا العقد مع سيمنز. طيب أستاذ رشيد، يعني الآن أنا أتفق معك أن هناك جهات داخلية وأحزاب وأيضا هناك من لا يريد لملف الكهرباء الاستقرار في العراق داخليا وأيضا خارجيا، ولكن لنتحدث عن سبب مهم وهو يعني أعتقد هو سبب الرئيسي في الأزمة الحالية، وهو عدم توفير الأموال اللازمة لقطاع الكهرباء. يعني هذه المسؤولية يتحملها رئيس الوزراء وأيضا وزير المالية. برأيك لماذا يغض البرلمان النظر إلى هذا الأمر؟ يا سيدي لو رجعنا إلى الوراء لوجدنا الكم الهائل من المبالغ بالعملة الأجنبية اللي مرصودة لإصلاح الكهرباء، ولو جمعنا تلك المبالغ بالموازنات من 2003 وللآن لتمكنا من بناء محطات جديدة للعراق، لكن للأسف الفساد بدأ يعني كان ينخر بجسد الكهرباء نخر كبير جدا، وللأسف المحاسبة لم تكن جدية. هؤلاء وزراء الكهرباء أين هم؟ هؤلاء المدراء العامين، الوكلاء الكهرباء، وكذلك الوزارات الأخرى. يعني إحنا لا نعفي الوزارات الأخرى اللي لها علاقة. إذن شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الأستاذ رشيد السعدي.